انك انت العليم الحكيم. كتابة ما كنز الراغب الشرح محلي جلالة محلي لسر منهاج امام النووي بعصا سلامية جي كتاب البيع بعصا سلامية بلى فرع في محل السلم وشروطه بعصا محل يعني جي والسلام تاتيكن وشرطه يصح في الحيوان او صحيحة يصح السلم سلام صحيحة في الحيوان لأنه ثبت في الذمة قردا في حديث مسلم ده حديث مسلم ده هاتي تثبيت كرن يعني أف سلم دين أولارق ده ذمة ده قطية أبيا دين أولارق ده الصين نوصى أنه صلى الله عليه وسلم لأنه ثبت في الذمة قردا الزمت ده الدين ولا رق صابت بيه ده حديثه مسلم ده كتبوتيه أنه صلى الله عليه وسلم دهم ك اقترض بكرا فعلي ثبت أنه يسيد أنا بلى أنسيد تمام سبيدة شو أنه صلى الله عليه وسلم أنه ثبت في زمة قردان في حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا يعني بكر دبية اقترض اقترض سيدا أنا غلام اقترض اقترض خذي أضاطيش طا مخرج ويش دخم بلى يعني بدين بدين استاندية بكرا يكا بكرا أبا أمك يكا كشاشة قدان دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دين كذي دين كذي أنا بدين يعني كريه يعني. كفاية بدين كريه أبي علامة السلامة والسلام دبه. فقيس عليه السلام لسال الدين هاتي قياس كر السلام. في الابن فقيس عليه لسال في اقتراض بكران أرسل ياتي قياس كر السلام في الابن. ها وخير يا من الحيوان. وأشقى حيوان يدجي دوان دا دمك السلام تشربه. يعني دمك بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي بكرية وفقهاء أجي حيوان بيجي قياس كنا للسد دري ملي فيشترط في الرفيق في الرقيق بكل هذا الشرط ذكر نوعه أم بيجن كافيا كولي جنسي وشاشيتي وشيا مثلا كتركيين وروميين جنسي ذاتي سا جنسي إنسانة إنسانيتهم تسيجرا نوعي شعرقة أو يجب إيه؟ مثلا مجن كتركيين وكرديين وروميين وفارسيين كتنا كرديتنا كتركيين كرديتنا بالباب وروميين كردي كولتنا نفسا ليه؟ جلاء مسلمان مقو جبلنا وآزامنا وحربنا خذوا حربك ان شاء الله طبعا فان اختلف صنف نوع الصنف النوعي اجر الصنف في نوعي اوجي مختلف من وجب ذكره في الازهر لازم ذكر كنا ويد قول الازهر اوجب ذكر شو يعني نوعي جهبه لا مثلا تركي نفر يكن تركيا مغولية تركيا اشترابيزم تاتلاية تركيا قردنس جهية نظام تركيا هنا وهنا بحضارة بقبيلوان عشيريوان هنا هنا انت باشن انت زلامي غفر حزكن انت قحزناك انت بري زلامي غطن اشتا اوام يعني تمام تمام و ذكر لونه يعني واجب ذكر لونه رنجي ويجي بيجا كأبيض وأسود وأوى بجه ويصف بياضه بسمرة أو شقرة وصف بياضتي أو يجي أب بياضة نرشة أما أو بياضة هون يجي بياضة كي وصار رنجي كنما يا أم بجه صار شنا شقرة بلي وسواده رشية وجه سپیا بزریبه و یا سپیا بسوریبه یه از اون را؟ اما شکره نه شکره سوره سیده آن آری سور سوریبه سیده نه بله سوریبه و سوادهی جرش بونه ویشه بجه
بالصفاء وسواده ويصف سواده شيئا ويصف بياضه ويصف سواده بصفاء يعني وصى رشكي صافية أو قدرة يا رشكي وصى قمرية وصى قمرية فإن لم يختلف لون الصنفي أجر رنجي الصنفي وي نفرق لبا لم يجب ذكره ذكره وي نوش وذكره يعني شكتنا يعني كنت أقول تركي تركي تريك فرقتنا جابك رنجي اه تمام تنوى ماي وذكر ذكورته او انوثته يا مثلا ميري يا جنى جربيجا وسنه شانصاليه كابن الستين او سبعين او محتلمين يا شيصاليه حفصاليه يا بالغ بيه وقدري وقدره طولا وقدره إجا قاموي طولا وقصرا يعني درجة كنا وربعة أورطايا و بلين بالسازون وكله على التقريب وكله على التقريب أبنا تمشي نكو أوي ولا متريب ده بري بمتريب بيبا أما أوي لسر تقريبا أو بيقلاشق يقلاشق رنجي هواي يقلاشق سبيا يقلاشق يعني لقوري دورا ضايا بزرع ضايا بجناي بلندا كناس يقلاش يعني أم كو يقلاشق بيجن أم بيجن هما لقوري بيتش دي يعني تام نين هما لقوري بيقاسي وفي الروضة كأصلها والمحرر الروضة وأصل الروضة وكي محرري بوتيتش ولا امر في السن على التقريب عملي ويجي لغوري تقريبي او جمع ام تخميني ام تخميني فيجن نكو امهرن دكتور رابور جدراني بصينكو فيها او قصالي بنا بله حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين شرط كبيجا ابي حفصالية مثلا بلا زيادة ولا نقصانين بيجا نزيدة ونكيمجي لم يجوز ندرسه شما لندوره دبكو يعني اب قد نكيم الناس دبا ابي بر نادره اجبر من ندرسه يعني تبيجي حتى نزيد نكيم يا روكي كيم زيد صحتي كيم زيد تن ابي تكب قفل تشكي وايه جبك نادره ابي الندريه تدا او بيعان نصايح ويعتمد قول العبد في الاحتلام ايجا ام بيجن ام يا بالغ بيا ام بلغوي ام شاف عندك اعتماد خد ننسى قول العبد عبد بيجا والله ايشاف مثلا احتلام بما يا مثلا صار كي بلد هذا احتلام بما قولي معتمد وكذا في السنيد صالي بداجي ان كان بالغا اقرب بالغ با او بيجا صالي من بايز حف صالي بما تمام يا مثلا بازا سالي بما بالغ رأي بازا سالي جور يعني بالغ وجور تهر قدنا يمعتبره وإلا أجلك بالغ نبوبه فقول سيده هو المعتمد إن ولد في الإسلام أجل الإسلام ده ولدي به دبني كنترول سيد ده مظن بيه أو زانة سالي وإلا الإسلام ده نولدي به فقول النخاسين بظنونهم اف قولي فان افكو بالصالة زان النخاص اول بتخمين اخو اي بيجن هو اول ولا النخاص من لنا نرتيانا نخاص نعمل بياد ميزن تخمين جي صالي انسانا اي حيوانا انا مثلا تشي حيوان بازاري بازار تكي تدبي تشيلكي بس تنم تنزاني چان صالية تقازي اسنام تكي تشكي دراني بنات دراني بنات بنات صالية دولا اتبو تشكي جي فاملاك اوز بي امزانا اهلا مجي عيني وصابو راس ولا يشترط ذكر الكحلي يعني كل شعبي بي ببيجا بفتح الكافي كحلي يعني كل شعبي ببيجا نا ببيجا وهو شعبي بي شعبي رشا شعبي كل رشا وايد بي وهو أن يعلو جفون العينين سواد كالكحلي يعني وصى رشايك يدقى سر شعبي وي وكا كله
من غير اكتحال. يعني أبيع كل يعني بشايا بشكات شعبيوي بشكات شعبيوي وسا حاكميتك درشكات شعبي دائما بقي وكي كل كلمة يعني ويا واي او يعني شرطة كيسا ناي شرطة نانا ناكو ناي شرطة ببجا ببجا شعبيوي شعبيوي يعني كل كريكي طبيعية شعبراش يعني. بوكي كل شعبي ما وقت شعبراشة شعبراش دري فرانكس يعني شعبراشة بلين و وسمني وفي الجارية ونحويها الجارية و سيدة صدقك وهو أن يعلو جفون العينين سواد كالكحل من غير اكتحال تمام مقو بيكو كل كريكي أزولا مقو طبيعية يا سيدة وانا اكتب عرض بيك وليس دقيقي وليس الكحل كتكحلي تمام و ايه بتعدي رسمة كوكينا نوكا ايه كوراش بك ايه راش بك كوكي درو سورة او كل جهة بلي بلي و وسمني في الجارية ونحوية شيش مانتي امبيجن دجارية خرطة قلوة الجارية دا او بنزلي مر رابع بيجا افجي نلازمة كدعجي ايجا بنزلي ششماني ايجا وقت دعجي دعجي هي وبشدة سواد العين مع ساعتها يعني شعب رشكي وصل شعب فريا وتكل سمي الوجه وتكل سمي الوجه س... ملي تكل سم شيئا وتكاثم الوجه وتكاثم اي استدارته ها اي و لبي نوصا اي صادره يعني ابي سر شعبي يقولوا برا وصا او جينا الشرطه كورا بوطا مالي في الاصعد قولي اصعد شما لتسامح الناس باهمالها يعني ده انسان ده اهمال كرنا فانت شطاده مسامحه نشان دن وان قال اصعد باهمالهما سيدا إهمالي هما يا أما إهمالي هاي ولا تمام تمام أو شغى أم بيجن دتكلسمة أو دعجدة ياجي ونحوي هما سيدا إهمالي ها خوش ترى إهمالي ها بجهة تتكم أو صفر بلى نتنو شاهد قد بدي برهب بإهمالي وإن قال الثاني أبي أصحب شند قول الثاني دبي تشكي إنها مقصودة لا يرس ذكرها العزة لا يرس ذكرها العزة العزة لا يرس ذكرها يعني جبلكو هندك 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 بوناوي نادى بيدر كرن بحث كرناوي يعني ألف ذكرى كعبي أو هابا قلوبا فلامبا أبيا نادى واجب كرني نادى وارس كرني تنبوني يعني نادى سبب هندك بوني ها؟ يعني بي زرارة وينينا تمام يعني بيجي جي نابي سبب كيم بوني هندك بوني ها نابي سبب كيم بوني بلا ولا يشترط ذكر الملاحة في الأصح ملاحة أوبو برواية تناسب أعضاء جميع البدن أميجر يعني باي يقال هذا يا مربك الهبة الإجابة ناكا ويجب ذكر ذكر السيابة والبكارة سيوبة سيدة سيوبة والبكارة ذكر سيابتي يا ظلام سيب سيابتن سيوبة سيدا يعني جاريبة تتفرجي جنابية خيزة تبيع ببجي اري اري ادفع عندك ماما ضبطوي باما سيابتا تلاقية دبنا رك يعني شنبو عقيدة مالم ويشترط في الإبل والبقر والغنم والغيل والبغال والحمير ويشترط الذكورة والأنوثة جروا الذكر كن يعني مين النير يعني ذكر الأنوثة وذكر الذكورة والسني واللون والنوعي ماله أي ذكر هذه الأمور فانا تنشر فيقول في النوع من نتاج بني أي بجا في النوع هذا من نتاج بني تميم المسألة وهذا من نتاج
مثلا باشقا قبيله كيدني ايوه ابيا انا من كل بني الاتراكي الذين هم في التطرخان اري فاوتشو فاين اختلف نتاجهم اگر نتاج بني تميم شي جهب اي اي من جهه جيبن اشتريت التعيين في الازهر ببيج ابيا أبي بني تمج نتاج بني تميم جاء آفي جنسية مالي جوي تشاشيدي شو آفلان قبيلة آفلان قبيلة ويبين النوع أيضا ويبين النوع ويبين النوع أيضا بالإضافة إلى بلد وغيره إجا أوي تشاشيدي ويجي بلي بك ببجا مثلا أبي بني تميم أبي عراقين يا أبي خراسانين يا أبي وشا وشا عراقين اي بغدادي مثلا اي بغدادي يعني الشهري بيش ويشترط في الطير النوع ويشترط في النوع شرط ان ويشترط في الطير النوع نوصى النوع والصغر وكبر جسدي جربيجا مثلا يا شاهينه يا وبتشوكه يا مظنه جوديوي يا تعشكه يا دي بابا مظنة أي أحدهما يعني يا مظنة يا بشوكة وفي الوسيط وخيره واللون جرى الرنج ويش بجا أي ذكر هذه الأمور وإن عرف السن ذكر أيضا وإن عرف السن ذكره عرفه يا عرفه وي زيرده يا بني وإن عرف السن ذكره ذكر أيضا ذكرهن هنا أما ذكر أيضا يعني أجر صالة طير جزان بقى والصالة ويجي بيجا ويشترط في اللحم أن يقول لحم بق إجا يقول مثلا أم جوشت بالسلام بدن أم جوشت شوا شرط يتشنا أن يقول لحم بقري أم جوشت جوشت شيلكا ناي بزا بقر وعرابين شيلا أولا شيلكي عربانا او جواميسين يا قامشن سيدك يا عربة در كريم ام جمع سيدك محلي راسا يعني ابي قراتشي جمعنات بين ابي هولندانين ابي قراتشين او ضعنين او معزين يا بيجا قوشت مشنا يا او جواميسين تقوش يا لبي بس قامشن او جواميسين قامش قامش يا جربي ابي قوشت قامش يا او ضعنين او معزين يا اب كما قامش يا عربة تنانا شمكي او جماعته بلكي المصري هبي جيانزا مالي ازولام جيكو قامش دكامين اوه جيوي هبن اتقمين دكام اما العراقي وان مالي العربة تنانا ما اكيدا بلكي المصري العراقي هبن يعني جيكو اوه لهي تبكي تمام ذكروا ما قلتش يا ظلام ويشتغل في اللحم اوا وذكروا خاصي ذكرني او ضانين او معذين ابيع اما مصدر كيف بقول فعل كيف بقول سيدا ذكر ويشتغل في اللحم لحم باخرين عراب جوامس او ضانين او معذين ذكر خصي رضيع مع ذكر خصي رضيع معروف تمام خش خش ياجي أبيا مثلا ذكر يا أنسا وخصي خصاندية نخص رضيع شير دخوناه معروف إم دخوناه أو ضدها ضد بنا إجاك أم بيجن مثلا أي دامك أي أي أنسا فحلين إجاك أم بيجن مثلا مية يا فحلين جن يعني مثلا نخسان دية ملي وفطيمين شيرناه راعي بخد شيرة والرديع والفطيم من الصغير أم شيرداي يجي أبي هير شيرات بقرتني أما راج بتشوكة عصبي أما الكبير أبي أنا أكتي قطني جوا أقولك وبأخذتي قطني كاركتي قطني أني أما الكبير أبي مظن فمن الجزع جوان جزع جزع تدي ما قول أبي دوا شار صالي نيبو جزع د بزاد صلاوي خدي أبد بزنا صالي والسني سني جزع مصطلة يا بتشكتره نقول بتشكتره السني دصالي دصالي
فيذكر احدهما او الذكرى يكش بك يا بجزع يا ولا يكفي في المعلوف العلف مره او مرات جارك مثلا دخو يا دجارة دخو فلان يعني شايرين لنا أكو المال إيم تدمي إيه نشرت كوفيد إيم دانا ويد دجارة سجارة ده جاري مين نشرت جاري ألف مين بل لا بده لا 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 معنى أبو أزمني ولا يكفي في المعلوف العنف مرتين أو مرتين يعني كل ذكر كل جارك يا دجارة ده جارنا بل لابد أن ينتهي إلى مبلغ يأتي في اللحم يعني معنى المال الدنيا يعني قدمك أب حيواني كم مالي به وش يوقع حيواني إيه كنت شيرة خش نابة يعني معنى مالي تيارك يعني كأم إيه بدني تأثير إيه بقولش يدا كذي بقولش يوقع إيه دربه خش يعني دامز ولا لا عدد معين يعني أبي قوشت أبي منين قوشت إيه مالي بله قال هون إمام الحرمين وهابود من فغز بإعجام الظالم لحم جيد دقيقة ذكر اللحم أو لحم أبيه دي قول شيء كذري فرضو من فغزين من فغزين فما أبي الرعنة يعني أما دي هيرتي أبوشت هيرتي بإعجام الظالم أو كتفين يا أبي مثلا قول بيشينة أو جنبين يا كيلك وبارسويا أو غيريا وفي كتب العراقيين قوتيه من سمين او هزيلين الجوشتك خرته يا ضعيفه راسه شغل بيجن هيتك خرته هيتا ضعيفه ويقبل عزمه على العاده على ويقبل عزمه على العاده او يعني عاده شنو بده لبي بقول گوش ما تتنا بود شكلي تا گوش خوان يعني وقت گوش چك بفرش هر گوش ده او عصيب قبول ده ازونم شو گوش و عصيب هوانه يعني كنت بيجي از گوش كه بي عصيب دم دنينه الا گوش را عصيب تي قبول كن بله فان شرط نزعه مثلا سيرا تبيني عصيب قورگي تي گناوا عصيب فارسي نام نانا مثلا على العادة أذونا تو دبيجي أذ قوشت بي مثلا صادة نرمة تشتد غوزن أقابا الشرط صورة كرين آيليا كو الشرط ناي كرين عستيوي أبي كدري با إي قور كبا أبي رعني ويبا إي ملني ويبا عستيه تخموي عستيوي دنابا يدا شوطين حصابتين قبول كرين إجا فإن شرط نزعه شرط كتبه فإن شرط نزعه ايه هر دوش دي بنا فرق تنه زمان يعني اگر هاتبه شرط کنه تك اسیوی درخی جناوه جازه الشرطو اما ولم يجب قبول العظمی او چاقه اسی نای قبول کنه چکی هاتی شرط کنه ولا فرق في جواز السلام في اللحم بين الطري والقديد والمملح وغيره والمملح وغيره بله فرق تنه دنا بين جوازا سلامك جائزة ده گوشتا او گوشت تد غوزي برا گوشت تزبه ده غوزي برا اوه حشكري به ده غوزي برا اوه خوه كري به او ايه كدنه به بله ويشترط في سياب الجنس شرط ده جلا ده جنس جلا بجي مثلا اي ذكره اي ذكره يعني مثلا كقطنين بامويه او كطانين يا كطانه وفي الروضه دي كاصليه والنوعي كان نوعي جبجي والبلد الذي ينسج فيه ابي مال اسطنبول يعني سيده تشمد متني ده الجنسي اعراب كريانه ويشترط في الثياب الجنس اي بكروسي انا سيده متني ده الجنسي اعراب كي او اكبر سبت شبكيات مازم اعراب يعني وفي الثياب او يذكروا بشيء سيده بصابه او ذكروا انا بسيطة ذكر بشيء سيدة ذكر سيدة او ذكر اولي متنة هيا
تمام. إشتاء وذكر الباندرة تم مقدرة دمك يا. مقدرة دمك. أنت بيجي الجنسي يعني ذكره. ملم. والنوع والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف بالغرض. أجر أماش في بجهرة. أبي مالي أنتابي أبي مالي إسطنبول. مالي أنتابي ده باه. مالي إسطنبول ده باه. وقد يوم. أما كبيجا استغكي. بيجا مالي خطرية ده ده باه. إيه والله مالي قطري. في الإنجليزية ده باب. من هذه تيجي نظام ده بعد بعد. إيه ده تشوفها ملاجئ ده. وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس أيضا. جانا احتياج نامينه بذكر كنا تششيتي وجنسي بخشي نشرت ذكر بكين. مالي. يعني وقتك تقو سيدا. وقتك تقو مثلا إنجليز خماسية. يعني. وياخد تقو تاني او كيبو بليبو هذي إجابة كوالي ها النوعي تبيجي بازاري بيجي كاركنا مالي والطول والعرض ودريجاياوي فرياوي دريجاياوي فريا مثلا جلا تبيجي چند متريا چند فرياوي دريجايا اقوى متريا فرياوي مالي مثلا والغلز والدقة چقا قالندا چقا طنكا هما بالنسبة إلى الغزل الغل دقت سيدا جبوز زمستان وهاويني دو جبو بالتو ومثلا جليد متكيتي مالي أفا هذي هاني بحسب أو تمناوية تمنا كوتشيكرنا أو تمناوي وي دقياوي مثلا قالندياوي هما غلزت دقت عرضو وطولنا غلزت دقت بالنسبة إلى الغلزي أزونا قاماكو إيبي قاماكو بني قالند استعمال بك قالندي قاما أبي طنق استعمال بك إنجتي أبلا والصفاقة والرقة أمالي الصفاء والصفاقة الصفاقة بدا غزلو نسج فرقة ويج مارا بيجن غزل تيا نسج تيا نسج غزل غزل ريستاندن ام ريستن ريستن مثلا نسج مثلا من بني السيدة من بني يك رستناوية يك تمناوية تمن تمن مني يك شي مثلا اواد وي 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 بني اولي اواد دكن قوق مكوكي تمن شكل ايجاد البيضة او بني كنت قالند شيكرياتو تيني لتمنا خود خي قالنتي تو بني كنت مثلا رستيايا تطنق رستيايا او تيني لتخي جا دقيقتين جتيا مالي خشبو مي فرقا نبينا غزل اوكي نسجي مالي خودش ترازينا والصفاقة والرقة صفاقة شيه اوش بيجي هما بالنسبة هما بالنسبة الى النسجي إيجا مني أود التمنا خداجي هنيك التمنا خو وصحش كشيدكن قالنتي وهنيك جي إيجا سس كشيدكن طنقتي يعني تبي صفاقت يعني وصلتي ب تشاو بيجي يعني سر هبة هبة دقيقة دقيقة صفاقت هما بالنسبة للغزلي صفاقت خلده وكا غزلي وكا غزلتا غزلتا غزلي او رقتا رقتا نسجي وك رقتا غزليه بلي بلي تمام خشبو والنعومه والخشونه ياجي مثلا ابي اي بي يمشق ابي نرم استعمال كليه يا ابي سرد استعمال كليه نرمه يا زبره زبر بلي والمراد ذكر احد كل متقابلين بعض الاولين مع بما بلي مقصود ببيع ذكر احد كل متقابلين يعني نعومته وشنو هي جوان بجه هذه نبي ويك جوان بجه بعض الاولين معهما فشتي هذه اول شو يعني ادي اول طول وعرض تمام جزاك الله خير فشتي طول وعرض يا ابي قالوا يا ابي طالك يا ابي جه يا ابي نرمى يا حش تمام ومطلقه كأبيجن إجا هما نبي مطلق بيجن
يعني طول عرضي بيجا ونبيجا يا مثلا قالندا يا طالكا يا أو نبيجا بيا أي بيجي لبي أن مطلقه بقصر الطوجي أن سينا معنى ما تفهمنا كان بقول مطلقه ومطلقه أي الشوبي تمام مطلق عن القصر وعدمه يحمل على الخامي ها اي او تشا خد دبر طول وعرضي اه دي خد دبر قصر الطول اه يعني نبيجا كنا يا درجه كم متريه ابي نبيجا اي سومي ما عن القصر وعدمي يحمل على الخامي دمك ابي جلي خامه هي يعني ابيك ناطي بريني ابيك دون ال سيدا مسالم كه خامه يا قصره يا قصره خام تبندكي تبراخي لي نغس يا رانكي نداي قصره تبراخي لي رانكي ديك يا ري اجويت ازبيم بس قصر اولي الدرباز وعي باريكي وساس الى قصر ندي جويم بو عجبا تشواتي دي قصر قصر معناته ما دويرو جي باسكي ما او بوياخ كرنو بوياخ كرمه يا كرمه ويا. بعصب بوياخ بك يعني بوياخ. وايد دبي بعصب بوياخ كده دقيق. وايد كده. صبر كن. يحمل على الخامي دون المقصولي. تيح عمل كل السنة أبي إن بوياخ كري. أبي بوياخ كري نين. معنا سيدة تماما. دي بالك قصد من أب عبارة درباز بوقي دي درس ما حتى وصل بهم طلقوا هو شو أجي في يمكن شارحين ما لكم رات أو أم أو في يمكن. والله نعم. لأن القصر على الخامي فهم كده دمي لأن القصر بويقر صفة زائدة صفة زيادة للسنين لا لا خوش خوش ويجوز السلم في المقصور دبكو يعني سلم ده أبي بويقر ده شبه أما مقصور مثلا مقصور أبي بشتي كهاتي ناس كرن بي بويقر أنا شكوا ما صبيغة غسلوا قبل نسجي أو تشتي بيجا بني وما يجوز السلم في المقصوري السيدة وما صبيغات عطفت كم سلوى دي ماكي ايه مقصور وما صبيغات جاب آيرين دي اري ها مقصور بشتي نسجي هات يا بوياك كرين ايه اجا وما صبيغة غسلوا قبل نسجي او اجا او دي شو خاصة وما صبيغة غسلوا قبل نسجي اجا بني تمنيش وهاطية بوياك كرين بني تمنيش ولا او غسلا او بوياك كرين او طبعا هنكي جي هنكي جي بن بوياك كرين هنكي جي بشتي كو شهد كرشون دا جل بوياك تمام كل برودتي وكا رنجي وي ذكرية وال اق كل برودي سيدا كل برودي برد عبا عبا كرك كركن كركا وكا كركا والأقيسي أو تشوجا أو خلاص أو تشو والأقياس صحته في المشهور بعده قياس يعني أب سلام صحيحة أبي فشتي نسجي داش كوالا بويا نسجي قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهور يعني فشتي بوياخي كوالا يعني فشتي بلي فشتي نسجي ولا بويا كرن فشتي نسجي ولا بويا كرن سلبنا شنو جرب بلي بلي وبه قطع الجمهور والله أعلم جمهورش قلت يعني أو جلي كو فشتي تمني فشتي دقماوي ولا بويا كرن قلت أو كتا شنو المراد بذلك ما في الروضة كأصلية أمرات جفية يعني أبو نووي بأل أصح من عهود بكتي نسيدة بويغن نابة نابة يعني بيا قريبة أبيا معيشية أدقى بان أن طائفة قالوا بالجواز وهو القياس در الروضة أو الأصل الروضة طائفة قلتنا جائزة وقياس جي أبقى جائزة يعني دبشتي الناس جدا جي كبير بياخ كله تمام والمعروف المنع اما تشتكو تي هاتية ناس كرن نابا قال الرافعي دبشتي الناس جدا بنا رافعي قلت يا ووجهوه وجه بيا قالنا قلتا شما نابا بشيئين بتشتا احد وما يكشوان ان السبغاء عين برأسه ومجهول القدر سيدة أن الصبغة عين برأسي عين برأسي أن الصبغة
عين برأسه. أوجي تشتكي بالسريوي يعني. أو بياخ كرن أو بياخ تشتكي بالسريوي. بلى. وهو مجهول القدر والغرض يختلف. والغرض يختلف باختلاف أقداري. زانك شو ما أزولام يعني بياخ كرن بياخ كرن تشتكي إنك فشت إذا شيء بقى تيجي تشتكي إنك فشت أجي سلام شيء ندبو. انت مش موجود بجي ومجهول القدر والغرض والغرض يختلف والغرض يختلف باختلاف اقداري يعني مثلا بويا غوي بويا غوي قال جيبه بويا غوي تشوابه وصا في توجي فرق دكبيكي اجي بريا عندي بشتي تمني ورا بويا كرن سلام وين دوست والثاني لقارشي الصحي انه يمنع ما لا 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 والثاني أنه يمنع معرفة النعومة والخشونة ببوياقه يعني أبدوي جلي هاني كان نرمة أبيا زبرة أبيا شوى أبيا ببوياقه ويمنعتك وسائر الصفات السوبي باشغا وسائر يمنع معرفة النعومة والخشونة وسائر الصفات السوبي أبراج بركو هلتين اللومة عندي نابة بشتي بوياقه تبسلم بدي وقال بعض بشي نسجي سيدا أري ماني وقال بعد ذكره يعني إمام رافعي بشتي فيها ذكر كيه قلت يا تشي إن الجواز القياس يعني قياس أبك وقال جائز بيا ولو صح التوجيهاني أقر فان هردو وجهك قو كالصحيح من لما جاز السلم في المسبوغ قبل النسج أيضا يرى يعني بلي بوياق كرنجي يعني بلي نسجك ورا بوياق كرن اوج عينك جهره اوج غرت بي دغهره شما دوي دردا جائزه او دردا نجائزه وفي الغزل المسبوغي وايجاد التمنا يعني يكجي درستاندن دا يكجي التمنا دا يعني ورا بوياق كرن قلب بوياقي منع سلامي ورا كرن وحال حالناي كرنجي انت قوتنا رافعي قد يا وفرق المانعون ابيكم منعتك انت فرقي كرننا بين ابيب قبل النسج وبعد النسج فرقي كرن قوتنا تشه بان السبغة بعد النسج بشتي تمني بشتي تمني بشتي دو قماوي ورا بويا كرن يسد الفرج ابي وان ارى لك يسد الفرج يسد الفرج اظلم اوان أرى الغيوي ولي تتجدك فلا تظهر معه الصفاقة عندي أو شاقي بيرا قالندي مالندي شقا قالندا شقا طانيك نايق خياكر بخلاف ما قبله بلي نسجيبيا بلي نسجيبيا باطا بوياق كرن أو دهاتا خوني كرن ماشي آما دكا عندي جزاكم الله خيرا وإياكم وإياكم ودي خيرا ومزيكا إيرو بكي درسة بجن